كيفك اليوم ماما؟ منيح كتير ماما، طبط طبط تماما. راسك عم يفتل شي؟ لا. عيونك عم تزغلل؟ لا. أدنيك عم توش؟ لا ماما ما في شي من هذا، تحسن تحسن تماما. الحمد لله. الحمد لله. شفت كيف؟ هذا كله لأنه ريحت حالك من الدراسة. خود يلا اشرب الحليب. شبك ماما خود؟ عم تدرس بالسرقة؟ ماما الله يخليك اتكي لي كتاب بس شوي، بس هلا اخر تمرين الله يخليك. معقولة انت يا رامي معقولة؟ ماما. والله لقوا لأبوك. شو بكون؟ شو في؟ عجبك هيك؟ ابنك عم يلعب بديله ويدرس من ورانا. لا يا رامي هي اخر شغلة كنت متوقعها منك. بابا فهمني. حدا بيعمل فصلك بابا؟ عم تدح دح بهالكتب من ورا ظهرنا؟ يا عيب الشوم يا عيب الشوم بس. بابا ماما دخيلكم ساعدوني، عندي فحص ولازم اقدمه مهما كان الثمن. لا يعني لا، انا ما عندي ولاد تدرس من قفا ظهري، وبدي اعرف هالتك مين اعطاك الكتاب. خليني اشوفك ماسك كتاب بايدك، خليني المح لمح انك عم تحل شي تمرين او تكتب شي رقم على شي ورقه. خليني ادرى بس ادرى ها انك حطيت عينك على كتاب او لمست بايدك ورقه. ما تلوم الا حالك.